بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي تركية سريعة كده في HTML5، حاجة كده يعني جديدة شوية. هي ازاي تعمل سامري صغير كده لما تدوس عليه يفتح ويبين الديتيلز من غير حتى ما تعمل اكواد جافا سكريبت وجي كويري كتيرة وكده. هي خاصية في HTML، يعني مش محتاج جافا سكريبت اساسا. الخاصية دي اسمها ديتيل. بروح اقول له هنا ديتيل، بس بكتب جواها بقى السمري اللي انا عايزه، وبعد كده بقيت التفاصيل. يعني بعمل سمري، تمام، بكتب مثلا ايه this is ده سمري، يعني ممكن الموضوع ايه يبقى جديد على ناس كتير جدا. هشوف هلاقي مكتوب this is a summary، هبدأ اكتب التفاصيل بتاعتي هنا. ممكن اعمل مثلا عنوان رئيسي، واعمل عنوان تاني فرعي، بعمل اكواد HTML عادية جدا، وابدأ اعمل مثلا div او بي او whatever مثلا. اهو اكواد HTML عادية جدا، بس كل اللي انا عملته ان انا حطيت تاج سامري جوه الديتيلز. تعالوا نشوف ده هيعمل ايه. هلاقي ان مكتوب هنا this is the summary، اللي هو اللي كان مكتوب جوه تاج السامري ده. لما هدوس عليه، وطبعا هو رسم لي المثلث ده، انا ما رسمتهوش ب مثلا CSS او ب HTML، او عملت لود لايميج مثلا دوت بي ان جي او الحاجات اللي احنا كنا بنعملوها قبل كده. لا، هو اوتوماتيك رسم لك السامري ده. السهم ده معناه ان في ديتيلز، لما تدوس عليها او تدوس على السامري ده اوتوماتيك قلب لك السامري وظهر لك الكود بتاع الديتيلز، تمام. ولما بتدوس عليه تاني بيقفل ويفتح اهو. تمام، مش بس كده، نقدر كمان نتحكم فيه بالجافا سكريبت. يعني مثلا ممكن اعمل زرار اقول له بوتون اون كليك يساوي، هكتب هنا فانكشن وهقول له اوبن، وممكن اعمل زرار تاني يعمل كلوز. طيب ازاي بقى بنعمل اوبن وكلوز بالجافا سكريبت؟ طبعا انا اقدر اعمل اوبن وكلوز ك HTML من الاليمنت عادي نفسه، انما انا عايز مثلا اليمنت تاني لما ادوس عليه يفتح لي الديتيلز بتاعت دي، او عايز مثلا زرار لما ادوس عليه هيفتح لي اكتر من ديتيلز. مثلا انت عامل كولومز، تلات كولومز مثلا، كل كولوم فيه ديتيلز، عايز لما ادوس على زرار يفتح التلاته كولوم مع بعض، بحيث ايه يظهر لك الديتيلز بتاعت التلاته كلهم مع بعض. او يعني محتاج تعمل مانيبيوليت بجافا سكريبت لاي سبب من الاسباب، فبقول له انا عندي العنصر بتاع الديتيلز ده، هدي له مثلا اي دي، او هاكسس للعنصر ده باي طريقه تعجبك. تدي له اي دي بقى، وبعدين تدخل بجيت اليمنت باي اي دي، او تدخل باي طريقه من طرق الدوم بتاعت الجي الجافا سكريبت. هسميه مثلا تيست، وبعدين هقول له هنا دوكمنت، او ممكن اعمل فانكشن جافا سكريبت، او خلينا ايه حاجه ان لاين كده عشان تبقى سريعه وسهله. دوكمنت وبتحكم في قفل وفتح العنصر ده اللي هو الديتيلز بقى عن طريق حاجه بسيطه جدا اسمها اوبن. هي مش فانكشن على فكره، هي خاصيه جوه الاليمنت ده، بدي لها ترو يعني تفتحها. ونفس الكلام للكلوز ده، لو اديت لها فولس كده يعني ايه بيقفلها. يبقى انا بدخل على العنصر اللي هو الديتيلز، تمام، اللي هو الجيت اليمنت باي اي دي ده تيست، اللي هو الديتيلز بتاعي ده، وبتحكم في الخاصيه اللي اسمها اوبن، بعمل لها ترو او فولس يعني افتحها او اقفلها. نشوف، بقول له اوبن كلوز. طبعا دي بالجافا سكريبت ملهاش علاقه بالاتش تي ام ال نفسه، يعني انا اقدر اتعامل مع الموضوع ده بالاتش تي ام ال، واقدر كمان اتعامل بالجافا سكريبت. بس انوه ان الخاصيه دي مش سبورتد في كل البراوزرز، يعني ما زالت لسه في بعض البراوزرز مش سبورت للخاصيه دي. ان شاء الله نتقابل في تلميحه سريعه ومفيده كده في 5 دقائق في دروس قصيره جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.